إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. سيارة 2018 ماشي 195 يعني حدود 200. طبعا بحثنا عن طريق الرقم الشاصي والهيكل عن طريق الوكالة، واتضح أنه ما له أي صيانة داخلية داخل الوكالة. العموم ما في أي شيء يذكر أو يستاهل أن أفحصه بشكل كامل من ناحية الأمور الميكانيكية والكهربائية والجير والمحرك، كلها ما شاء الله أمورها تمام. لكن من مجرد أنه سيارة مستخدمة ما دارت تدري عن تاريخها ولا لها سجل تاريخ في الوكالة بخصوص الصيانة الدورية، يفضل أنك حتى لو ما فيها شيء تسوي لها صيانة دورية. وبعون الله طبعا أنا فحصت طلع فيها كود اللي هو البي 26-35 اللي هو طرمبة البنزين ضعيفة، وراح نغيرها. لكن الآن راح نأبي إن شاء الله بأول صيانة اللي هو تغيير البواجي مع الأسلاك. تغيير البواجي مع الأسلاك، تنظيف البوابة مع حساس الهواء، تنظيف بلف التبخير، وإن شاء الله تغيير فلتر قربة الهواء. هذا الآن أول صيانة، وبعدها إن شاء الله راح إذا خلصنا من الصيانة هذه راح نسوي جدولة، وراح بعون الله نسوي لها صيانة بالكامل. صيانة بالكامل، سيارة مستخدمة ما تدري عن تاريخها تسوي لها صيانة بالكامل، عشان انت بعدين انت تبني عليها جدول زمني للصيانة فيما بعد. طبعا اول شيء راح ان شاء الله نفتح اللي هو البواجي رقم 8، لانه هو الاصعب في هذا الجيب. هذا الاسلاك حق البنك 1، هذا البواجي بنك 1، بنك 2، اسلاك بنك 2. الان بس راح نشيل العوازل هذه، راح نركبها على الاسلاك الجديده، وراح نركب البواجي الجديده. طبعا سبحان الله غالبا هذه العوازل تجي لوحدها، اليوم جت مع البواجي طقم كامل ومع الاسلاك. هذا البواجي الجديده، ركبنا البواجي، هذا رقم 7، رقم 5، 3، 1. إذا كذا خلصنا من تركيب البواجي، راح الآن إن شاء الله نركب له الأسلاك. كذا نجمع الأسلاك، وهذا البواجي الآن البنك 2. هذا رقم 8، هذا رقم 6، هذا 4، وهذا 2. الآن راح نركب إن شاء الله الأسلاك. تم تركيب الأسلاك رقم 8، 6، 4، 2. الآن إن شاء الله راح نفك قربة الهواء. عندي هنا الهواز حق التبخير، هنا 1 وهذا 1. نفك القفيز اللي هنا حق البوابة أو القربة، والقفيز اللي هنا، ونطلع قربة الهواء، وراح إن شاء الله نضيف البوابة وحساس الهواء، وراح إن شاء الله نغير فلتر الهواء، وبرضه بلفة التبخير. وعلى بال ما أسوي تنظيف لهذه الأمور كلها، راح إن شاء الله الآن نغير الزيت في المحرك مع الفلتر، لأن الرجال السيارة ما يدري عنها، وصار بدأ فيه صوت تكتكة خفيف بسيط تطلع إذا ركزت من تحت الرفارف. فراح نغير إن شاء الله الزيت إلى 10-40 مع سيفو. فكينا الزيت، فكينا السيفون، هذا السيفون، هذا الزيت. بخليه ياخذ راحته على بال ما اخلص البوابة وحساس الهواء وملف التبخير. فكينا قربة الهواء، لاحظ عندي البوابة كيف وصخانة،
الآن راح نفك المسامير، راح نفك الفيش حق البوابة، راح نفك حساس الهواء. وهذا عندي هنا اللي هو بلف التبخير، أو هوز التبخير. فكينا حساس الهواء اللي بقربه. هذا عندي البوابة، ما شاء الله تبارك الله، لا تعليق. راح نفك له بلف التبخير هذا، وهذا بلف التبخير. هذا عندي بلف التبخير هذا التنظيف. حساس الهواء هذا التنظيف. البوابة بعد التنظيف. بسم الله ما شاء الله. فكينا غطى قربة الهواء. هذا عندي الفلتر القديم، ولاحظوا معدوم. وهذا عندي الفلتر الجديد. كبر المسامير قربة الهواء. حساس الهواء مع المسمار اللي هنا، هذا المسمار اللي هنا، هذا البوابة، فيشة البوابة، مسامير البوابة، بلف التبخير، تركيب الهوز. أنا كده خلصنا. راح الآن نركب قربة الهواء، ونعبي زيت المحرك، ونسوي برمجة للبوابة ونشغل. ركبنا الفيش وشدينا، ركبنا الهوز التبخير، هوز التبخير الثاني، شدينا الفيش، ركبنا الفلتر أو السيفون، زيت المحرك، وشدينا السرة. حطيت 8 علب إلا ربع، لحد هنا عندي باقي 250 ملي. طبعا بالزيت المحلي ابو لتر ياخذ 8 علب الا ربع، بالزيت الامريكي اللي يجيك ناقص من كل علبه 54 ملي 8 علب بالكامل. ولكن بكل الاحوال حط بالزيت المحلي ابو لتر 8 علب الا ربع، شغل السياره 10 دقائق طفيها، وبعد نص ساعه قيس الزيت. اذا كان ناقص زود، اذا كان تمام اكتفي، اذا كان زايد نقص. نروح على كنترول المحرك، نروح على ضبط الوظائف، نروح على الخيار الأول، عندي هنا الخيار الثالث اللي هو في الأخير ضبط البوابة. لاحظ عندي الآن البوابة فاتحة 63%، راح أسوي لها لرن تعريف ترجع سهل كذا. لا تمت البرمجة ما شاء الله تبارك الله. هاي بعد تغيير البواجي وتنظيف البوابة. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد.